إذن المحور الثالث يلي رح نتعلم فيه حالة عملية عن طريقة تسجيل الدخول في برنامج التسويق بالعمولة، يعني كيف أنت بتسجل كمسوق برنامج التسويق بالعمولة. الحالة العملية رح ناخدها على موقع علي إكسبرس، aliexpress.com على جوجل. كل ما عليك أنك تكبس على جوجل مطرح السيرش، تكتب كلمة علي إكسبرس دوت كوم، فتفتح معك هيدا الموقع على الشكل التالي. أولاً، أول خطوة رح نتكلم عنها هي كيفية تسجيل حسابك في برنامج علي إكسبرس كمسوق بالعمولة. بداية رح نكبس على كبسة ريجستر الموجودة هون. أوكي، رح نكبس على كبسة ريجستر موجودة هون. هلا بس تكبس كبسة ريجستر تنتقل على هذه الصفحة. هذه الصفحة إذا كان عندك already حساب نكبس على entrance، يعني أنا بدي فوت، أنا عندي already حساب بدي فوت. وإذا ما كان عندك حساب تكبس على registration لأنك بدك تسجل حساب، وتتابع تسجيل كل المعلومات اللازمة من إيميل من اسم، يعني بياخد منك كل البيزيك الانفورميشن، يعني أي شخص بيقدر يجاوب عنهم ما في أي مشكلة. أوكي، إذا لما تعبي كل المعلومات بتنتقل على هذه الصفحة. هلأ الآن يسألك هل حسابك، هون عم يسألك هل حسابك هو فردي أم شركة؟ غالبا نختار فردي ونملأ البيانات. في مربع تحت اسمه ميديا تايب بيسألك عن انك انت هون مجموعة اشخاص، انتو مجموعة اشخاص او انت نون نتورك، يعني بيجيك كلمة اسمها نتورك وكلمة اسمها نون نتورك. لما تكبس هذا السهم بيجيك كلمة اسمها نتورك وخيار تاني اسمه نون نتورك لوحدك، انت بتختار نون نتورك لانه نحن عم نعلمك كيف تشتغل هذا الشيء لحالك. واخر شيء تنزل بس تختار نون نتورك، تنزل لتحت بتكبس على كبسة نيكست. فبس تكبس على كبسة نيكست بتخلص هيدي، تنتقل على هيدي المرحلة اللي هون. هون بيصير بده يعرف أكتر عن عملية التسويق يلي رح تتبعها. فإذا بيقلك بيسألك هون هي السوشيال ميديا، يعني هون الميديا تايب هي السوشيال ميديا، أو بيجيك خيار تاني اسمه ويب سايتس أو إيميل أو مدونة في جوجل، فتختار ما غالبا نحن بنختار السوشيال ميديا، نختار غالبا السوشيال ميديا. أوكي، بس تختار السوشيال ميديا تنتقل لوين؟ بس أنت اخترت هون السوشيال ميديا مثل ما شايفين، فتنتقل هلأ يسألك، برجع بيسألك شو المجال يلي أنت فيه. يعني أنتو مثلا هون أشخاص أو أنت إنفلونسر، بنختار خيار الإنفلونسر. فإذا هون بين هيدي الخيارات بنختار خيار الإنفلونسر، نختار خيار الإنفلونسر. أوكي، بعدين رح يسألك على الحساب يلي رح تستخدمه. إذا كان عندك أكتر من حساب ممكن تحط حساب واحد بالبداية. أوكي، هون بنختار إنفلونسر. هلأ عم يسألنا على الحساب اللي بدنا إياه، ممكن تختار حساب واحد بالبداية. فلنفترض أنه عندك حساب على تويتر، بنختار من هون كبسة تويتر فلنفترض، وبعدين بتحط اسمك على تويتر، رابط حسابك على تويتر، بتروح على تويتر بتجيب رابط الحساب تبع التويتر وبتحطه هون باليو ار ال. اوكي، هل مثل ما شايفين هذا حساب على تويتر وهذا رابط الحساب على تويتر بعد ما انتم اخترتوا تويتر. هلا بيسألك اختار احد اكثر الدول التي بيجيبوا لك زوار، فانت وين ناوي تسوي اكثر شيء؟ دائما ما نكون سبيسيفايد، يعني ما نحدد المناطق اللي بدنا نسوق فيها. فلنفترض اخترنا الكويت، السعوديه والامارات العربيه المتحده.
الزر اسمه هون Traffic Distribution، ماشي؟ هيدول البلدان يلي بتختارهم. أوكي، طيب بعد ما اخترت البلدان، اخترنا البلدان، هلأ بيقول لك مثلاً، بعدين بيسألك إنه والله حط ثلاث مجالات أنت رح تشتغل فيهم، ثلاث مجالات رح تشتغل فيهم. مثلاً بدنا نشتغل مثلاً بالكمبيوتر، هون بيوتي، هون كمبيوتر أند أوفيس، هون جواليري أند إكسسوريز. فإذا هيدي الخانة يلي هي اسمها بريفر كاتيجوري، هون بتختار المجالات يلي بدك تشتغل فيهم. بعد منا بيسألك بيقلك هون، بيقول لك حط لي ديسكريبشن هون. فيك صراحة تكتب أي شيء، فيك تكتب الجملة التالية I will create content which will draw sales، هيك نفس الشيء، نفسها copy paste اعملها واكتبها هون بخانة الديسكريبشن. بعدين بس تكتبها بتحط هون next، أوكي تكبس next. بعدين بتنتقل لهيدي الصفحة. هلأ بيطلب منك معلومات فوق، ولكن ليست ضرورية، ولكن أهم شيء تعبي الإيميل. إذن هون مثل ما شايفين بيطلب مني منك معلومات كتيرة، أهم شيء إنك تعبي الإيميل بشكل صحيح لحتى يتحققوا منه. وبعدين بيبعتوا لك كود، بس تحط الإيميل، بس تحط الإيميل وتكبس send، بيبعتوا لك على إيميلك كود، هو اسمه كود الفيريفيكيشن، فبتحطه هون اوكي وبتكبس next، تنتقل لهون. هلا هذه الخطوه هو انك توافق على الشروط وتكبس I confirm. فانت هون بتكتب هون I confirm، ترجع بتكبس هون confirm، فهون بيصيروا بيراجعوا لك ملفك وبيخدون يوم او يومين اكيد رح يقبلوك، وبتدخل على منصة وبتصير انت مصوت بالعمولة. هون عم بيخبروك انه بعدين انه نحن هلا تم تقديم ملفك بشكل صحيح وناجح، وفي غضون يوم او يومين سيتم الموافقة عليك. بعدين بعد أن يتم الموافقة عليك بتفوت أنت على حسابك، بتسجل دخول مثل ما علمناك أول سلايد، بتفوت إذا بتراجع الفيديو من الأول في طريقة أنه إذا أوريدي عندك حساب بتكبس على إنترانس، أوكي؟ فبس تفوت بيطلع لك هيدي الداشبورد. شو هي هيدي الداشبورد؟ هيدي الداشبورد يلي من خلالها بقدر أنا شوف أموالي بالشهر الحالي، شوف أموالي بالشهر الماضي، بشوف الرصيد يلي بعده موجود ما انسحب، أوكي؟ ننزل شوي، ننزل بالماوس شوي لتحت نوصل لهون. هيدي عن شو بتعبر؟ هيدي بتعبر عن عدد النقرات على اللينك، يعني كم شخص عامل نقرات عندك على اللينك، الناس يلي اشتروا يلي هي بنرمز لها بالبايمنت اوردرز، هيدي اسمها payment orders، أوكي؟ العمولات المتوقعة هيدي يلي هي estimated commissions، أوكي؟ وبالخط الموجود تحت مثل ما شايفين ممكن شوف الأيام، وبالتالي براقب اليوم يلي بيجيب لي نقرات أكثر وأوردرات أكثر، يعني مثلا هون شفتوا الديت اللي بشوفه طالع أكثر، شو عامل أنا فيه لهيدا اليوم على حساب التيك توك، وشو عامل على حساب الإنستغرام، برجع بعيد نفس اللي عامله لأنهم عم بيجيبوا لي نتائج، أوكي؟ هيدي كمان من الأسرار اللي عم نعطيك إياها. طيب اللي بهمنا جميعا هو بيانات الدفع، علشان هيك بدنا نضغط على كبسة بايمنت الموجودة براس الصفحة فوق، هيها هيدي كبسة البايمنت، أوكي؟ بس نكبسها. بعدين منروح على شيء اسمه payment information، هيها نكبس هاي، منرجع منكبس payment information، بتفتح عندي هلأ هيدي الصفحة، بس نكبس payment information بتفتح عندي هيدي الصفحة. شو بيقلي؟ بيقلي عبي معلومات عن حسابك البنكي، بكبس على كبسة add a new bank account هوني مثل ما شايفين، نكبس عليها. بس نكبس عليها بصير يقلي عبي المعلومات، انت مين، بلدك وين، بلدها مثلا السعودية العربية، عطول دايما هاي الكرنسي بتكون بالدولار، اسم البطاقة،
الايبان طبعا اسم البنك، والاسم البنك اللي انت بدك نحول لك له مصاري، والايبان، واخر شيء بتكبس كبسه الاد، في كبسه اسمها اد.